يسلم كابتن بلال، الف مبروك، 3 نقاط غاليه ويعني مستحق. النادي الاهلي في بعض الاوقات ما كانش هو الافضل، ولكن هو عموما في المباراه كلها كان هو الافضل، هو اللي كان يستحق الفوز، وتقريبا ما شفناش حاجه خطره على الشناوي من مودرن سبورن الشوط الثاني. شوف احنا في وقت المكسب يعني السباق الاخير ما بتدورش انك بتجري ازاي، بس بتدور هتكسب ازاي، هتوصل ازاي اسرع يعني. تمام، احنا في الاوقات الوقت الحالي خلاص، انا عن نفسي مش فارق معايا يبقى قدراتك في الملعب ايه وشكلك عامل ازاي والفنيات بتاعتك ايه، المهم تديني شكل في الملعب او تديني اداء في الملعب ما نتغلبش بيه. ده بالنسبه لي ده الاهم بالنسبه لي في التوقيت الحالي. ما نتغلبش يعني رقم واحد ما تتغلبش بيه. تمام، يعني ما تبقاش مثلا انت النهارده المباراه يبقى انت بتتهدد كل شويه، فاهم قصدي؟ الكوره بتروح عليك كل شويه، عندك على مرمى خطوره كل شويه. انما الاداء الجمالي والفنيات والقدرات العاليه الكبيره مش محتاجه في الوقت الحالي. تمام، مش محتاجه في الوقت الحالي، مش هتقدر تعملها كمان حتى يعني بغض النظر انت محتاجها ولا لا. تمام، ممكن تتفق او تختلف معايا، بس انت مش يعني مش هتقدر تعملها لان التوقيتات المباراه صعبه جدا. نهايه سيزون بتلعب كل 3 ايام مباراه، فده كله حمل كبير جدا 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 على اللعيبه في الملعب، خد بالك، وحمل كبير جدا على المدير الفني كمان. يا ترى اللعيبه النهارده وشايف اللعيبه في الملعب بتادي باقصى امكانياتها، ولكن القدرات البدنيه مش افضل حاجه بالنسبه له. انا عايز اشتغل كمدير فني، ابقى اشتغل وبديك وبعمل خطط وبديك تاكتكس يعني بعمل لك حاجات كتيره وبديك جمل فنيه حلوه وبحاول ان انا اوظفك بشكل كويس، لكن هل انت تقدر بدنيا انك تلعب 90 دقيقه زي بدايه السيزون؟ مستحيل، صعب جدا جدا يا كابتن. احنا النهارده داخلين في نص 7، الموسم بادئينه تقريبا، احنا الموسم لحمينه من السنه اللي قبل اللي فاتت، لا من السنه اللي قبل اللي فاتت انت بتلعب. تمام، ولعب شهر 9 وداخل في خلاص 10 11 شهر، وكمان انت بتلعب بشكل متوالي، مفيش راحات بالنسبه لك. ايوه، عشان بطولات كتير، فانت لا كمان اللعيبه لا يعني انت خلاص وصلت للاوفرلود خلاص. يعني خلاص انت داخل في مرحله انك لا قدر الله ممكن تفقد لعيب من اللعيبه في اي وقت، طبيعي جدا على فكره، طبيعي ان اللعيب يتعور ويقع، طبيعي جدا جدا جدا. فالمدير الفني بيحاول قدر الامكان يعمل روتيشن عشان يحافظ على اللعيبه اللي موجوده، مش بس يحافظ على النتيجه، كمان يحافظ على اللعيبه. انت كل مباريات النادي الاهلي صعبه جدا، كلها صعبه جدا، كلها مع فرق يعني النهارده فيوتشر ما عندوش مشاكل، فبيلعب جيم حلو بالنسبه له. يعني توقعنا انه هيلعب جيم مقفول من بدايه الجيم ويقفل ويلعب على المرتد، لا هو مش فارق، ما خلاص السيزون خلص بالنسبه له. فيوتشر سابقا، سوري، مودرن سبورتس، فيوتشر سابقا يعني. يا فيوتشر، لان السيزون كان فيوتشر في الاول. فالنهارده هو ما عندوش حاجه يبكي عليه او ما عندوش تارجت عايز يوصل له غير تحسين صورته رقم واحد وتحسين مركزه، او العكس، تحسين مركزه وتحسين صورته. فبيلعب جيم قدام النادي الاهلي جيم مفتوح، بيضغط وبيحاول وعايز يروح للعكس ما توقعنا تماما، لان خلاص البوينتس مش فارقه معاه، فاهم؟ هو عايز يعمل جيم حلو، جيم فيه جماليات قدام الاهلي، عايز يعني يلعب جيم يقول للنادي الاهلي لا، مودرن سبورت بتلعب كره حلوه، بتأدي بشكل جمالي رائع جدا، هي ند للاهلي في المباراه بشكل عام. ولكن هو قدر يعملها كام دقيقه النهارده يا كابتن ايمن؟ 45 دقيقه بلعب مع النادي الاهلي مباراه، لا فيها 45 دقيقه، 45 دقيقه تانيين هو مش تقريبا شبه مش موجود، ملوش اي خطوره، ملوش فعاليه، الضغط مش موجود، القوه مش موجوده، الشراسه مش موجوده، الاستحواذ مش موجود، افتقد كل اللي عمله الشوط الاول. تمام، عشان دخل الجيم بشكل قوي جدا 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 مع النادي الاهلي. انت عندك ميزه، بتعرف تمسك كوره كويس، يعني بتعرف المجهود البدني اللي هو ده بالشوط الاولاني اثر عليه طبعا، وضع طبيعي. فما بالك بقى بالنادي الاهلي اللي بيلعب طول المباريات بالشكل ده، انه بيبتدي كل ماتش تمام بيضغط وبيستحوذ وبيحاول وبيروح وبيعمل هاي بريشر في وقت من الاوقات وفي وقت من الاوقات بيعمل كونستنت بريشر، يعني بيدور على المكسب طول الوقت. فوضع طبيعي جدا انك هتيجي في مباريات ماتشات كتيره جدا الاداء البدني والفني هيكون قليل، فده وضع طبيعي. فبالنسبه لانك بتكسب من غير ما نشوف الاداء الجمالي ده، بالنسبه لي انا وضع طبيعي، انا بالنسبه لي عايز اكسب، عايز التلات، بدور على التلات نقاط اجيبهم بقى من كورنرز، اجيبهم من ضربه، من كره ضربه ثابته، اجيبها من هجمه مرتده، مش هتفرق كتير طول ما انا في الفريم بتاعي ان انا ما بضغطش. تمام، طول ما انا ما عنديش خطوره على المرمى، طول ما انا الجول بتاعي سيف، تمام، في امان،
فانا ما عنديش مشكله في الحته دي. فالنهارده لا، الاهلي مبروك طبعا للثلاث نقاط، فرقه ادت بشكل كويس، فرقه من الفرق المصنفه في التوب فور يعني. تمام، النهارده بيلعبك جيم حلو قوي، انت كمان لعبت الشوط يعني مشيت مع الشوط الاول بشكل الى حد ما معقول، الشوط الثاني كنت ادائك افضل، قدرت تسجل واضعت اكثر من هدف الشوط الثاني، كان ممكن تخرج بنتيجه 3-1 او 4-1 الشوط الثاني. فالاهلي النهارده مبروك طبعا، ودي بدايه لسلسله مباريات صعبه جدا 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 للنادي الاهلي. الماتش اللي جاي المنافس بتاعك، تمام، الماتش اللي بعديها تلعب اعتقد سيراميك كليوباترا حاجه كده يعني، فكل وبعدين زد يعني الماتشات كلها صعبه للنادي الاهلي. ولكن انت في كل مباراه كابتن، هم خلاص الفرق اللي قدامك نفسيا مضغوطين، هو بيلعب النادي الاهلي تمام، نفسيا عارف انه مش هيبقى ما انت بتكسب كمان، مش هيبقى ليدنج عليه. أيوة. تمام، انت بالزبط. كسبت بيراميدز رقم واحد، تمام، لما اصطدم بيك بيراميدز كسبته. أيوة. وكسبته باداء كويس، اداء جيد، عملت ماتش حلو، فكل اللي جاي هو بقى الان، فالقلق ده انت تقدر تستغله داخل الملعب لمكسب ان شاء الله.